بديت حس بالتحسن بس 60% وليس 100%. يا ريت نحب بعضنا. خجلان من نفسي اني احكي على اسماء انا ما شفتها. انا كنت عم بصرخ للسماء من وجعي انه هذا جنبي اليسار لهون من نار والعة. عمري ما ببيعكم لانه انا شاريكم بدمي. الفنان احمد رافق، اهلا وسهلا فيك عبر هواك. اهلا وسهلا حبايبي نينار. بداية نقول لك نحن كتير مبسوطين هيك شايفينك بيناتنا اليوم. أنا بوجه تحية حب واحترام لكل الحبايب ولكل الناس الجيدين، وبقول لهم أنا الحمد لله بديت أتحسن بالشهر الثامن من المرض، وأحسست حالي إن شاء الله بإذن الله تعالى رح أعود للعمل ورح أعود للشغل، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بديت حس بالتحسن لدرجة أنه أنا يعني مشيتي صارت صح بس 60% وليس 100%. بس إن شاء الله خلال شهرين القادمين 3 أشهر رح بلش بالمعالجة الفيزيائية ورح تحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى. بهيك حالات الإنسان بيمر بتكشف قدامه شغلات، هاي المرضى شو حست كشفت له الأستاذ أحمد؟ هاي المرضى حسستني إنه يا ريت نحب بعضنا، يا ريت نكون قراب من بعضنا كثير، يا ريت نحس ببعضنا. شو بدي أقول؟ خجلان من نفسي اني احكي على اسماء انا ما شفتها. مع العلم انه لما بيصير معهم اي شغله بيتصلوا فيني هو مش عتب، ولكن نحن لازم نحب بعضنا. هلا انا بالنسبه لي بتشكر كل من سال عني، الاستاذ دريد لحام والاستاذ باسل خطيب والاستاذ باسم ياخور والاستاذ سلوم حداد، وايضا شركه جولدن لاين سالوا عني طمنوا عن طريق ناس حبايبهم عشان ما يكون بشكل مباشر، انه الخبز الملح بيني وبين جولدن لاين ما بيصير تراب، حتى لو صار تراب له قيمه، لانه لا تنسي انه الوطن بدون تراب ما هو وطن، هش ما بيصير هش. بوجه لهم تحية حب واحترام وبقول لهم انه انا ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا رح زوركم، وانا قد اكون اخطات بحق جولدن لاين، بس انا بحب اني اقول لهم اذا وصفت اشياء ما بعرفها ما ورجوني اياها، بس يمكن انا لما كنت انا مخدر تحت المورفين، لانه الوجع اللي انا كنت عم بصرخ للسماء من وجعي لانه هذا جنبي اليسار لهون من نار والعه، ومن شان الله بس سكتولي الوجع. فلما أخذت المورفين ما عتعرف عن حالي أنا شو كنت عم بعمل. فإذا كان صدر مني أي شيء حسوا أنه هو زم أو تقصير أو بعتذر منه. أنا ببوس راسه الأستاذ نايف، وهي الأخت ديالا الأحمر أخت عزيزة ببوس راسه وبقول لها أم جورج أنا عمري ما ببيعكم لأنه أنا شاريكم بدمي. بوجه تحية كتير لشركة جولدن لاين اللي هي الشركة الكبيرة بهذا الوطن والشركة جدا جدا محترمة بقية الشركات، ولكن هي شركة نشطة جدا 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 وناس بيفهموا بالسوق وبيعرفوا بالسوق وعلاقاتهم برا كتير جيدة. نهاية منك بعد الخلاف اللي حصل بينك وبين أيمن رضا من شهور سابقة على الفيديو اللي انتشر، هيك كلمة ولو من رد الشيء الحلو اللي بيجمع كل الفنانين السوريين. حبيبي الأستاذ أيمن رضا نجم وبحترمه وبحبه، صار سوء تفاهم بيني وبينه، ولكن نحن مسحنا اللوح وابتدينا بصفحة بيضاء بلون قلبي وقلبه. كل الحب لكم حبايبي، أنتم حبايبي.